أربع سنوات كاملة يوما بيوم تفصلنا عن المؤتمر الوطني الثامن لحزب التقدم والاشتراكية، مؤتمر الجيل الجديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية والتقدم. وطيلة هذه الفترة حرصت القيادة الوطنية للحزب وتنظيماته المحلية والموازية على التعريف بهذا المشروع والتعبئة حوله على امتداد خارطة البلاد. وفي هذه الفترة عرف المغرب والمنطقة تحولات كبرى جعلت الحزب يقدم على تقييم مسار الإصلاح المرتبط نضاليا وتاريخيا بالأحزاب الديمقراطية والتقدمية في تفاعل تام مع الحراك السياسي والاجتماعي، متطلعا إلى مغرب الكرامة والحرية والمساواة. حراك سياسي أثمر دستورا جديدا بمضامين متقدمة تمت صياغتها بعد نقاشات مسؤولة وجدية ساهم خلالها حزب التقدم والاشتراكية بشكل فاعل ومؤثر. شرعت بلادنا في تنزيل مضامين الدستور الجديد عبر بوابة الانتخابات التشريعية لسنة 2011. كان حزب التقدم والاشتراكية خلالها حاضرا بقوة وحقق انتصارات عززت مكانته في المشهد السياسي والحزبي، ليقرر الحزب بعد نقاش ديمقراطي معمق المشاركة في أول تجربة حكومية في ظل الدستور الجديد. ثقة مواطنات ومواطني مغرب اليوم في حزب التقدم والاشتراكية تأتي بعد مسار طويل وعقود سبعة من النضال كان الحزب فيها قريبا من نبض الشعب وتطلعاته. أن حزبنا حزب جماهيري مغلغل ومغروس في كل الأوساط الاجتماعية الشعبية والمناطق والأمكنة، نشيط وحاضر في كل المعالي العادلة. سبعون سنة من النضال في خدمة الوطن والشعب تمتد جذورها إلى سنوات الكفاح رفقة فصائل الحركة الوطنية من أجل استقلال البلاد وانعتاقها. جرب خلالها الحزب كل أشكال العمل الوطني السياسي والجماهيري والكفاح المسلح، حيث أعطى جيل الرواد نموذجا رائعا في التضحية في سبيل عزة الوطن. يجب النضال من أجل التحرر الوطني، من أجل الاستقلال، لكن هذا الاستقلال اللي غادي يرجع بالخير إلى الشعب، الكادحين، الطبقة العاملة، الفلاحين. استمر الحزب بعد استقلال البلاد في الارتباط بالطبقات الشعبية والفئات المستضعفة، مترجما أمينا لانتظاراتها وآمالها رغم القمع والمنع الذي تعرض له الحزب ومناضليه، وظل صامدا ملتصقا بجماهير الشعب ومستعدا للمساهمة في تعزيز مسار الإصلاح كما هو الشأن في إسهامه في تأسيس الكتلة الديمقراطية. هذا التأسيس خلق حماس كبير في البلاد. طبعا نحن لنا الأمل دائما بأن نعيد الحياة لهذا التجمع الوطني. إن العدالة الاجتماعية والحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية ظلت محورا أساسيا في هوية الحزب التي تنبني على ثوابت أساسية نضجت وتطورت في سياق الفعل السياسي والنضالي في حزب التقدم والاشتراكية. إن حزبنا كان وقبل كل شيء حزب مغربي، حزب وطني، حزب تقدمي، وفي نفس الوقت حزب ثوري. إن هذا الوضوح في هوية الحزب وأهدافه جعله يتخذ قرارات جريئة وغير مسبوقة تنبذ الانحرافات الانتهازية والتحجر الفكرية لعلها برزت أثناء مناقشة الوثيقة الدستورية. بس كيتذكروا على السياسه اش غنديروا اش غدير اش عندي اننا نتحملوا مسؤوليتنا بالاسلوب بالاتزان، اننا نقولوا المواقف في الاحترام
ولكن خصنا نعبروا على مواقف. شكل استكمال الوحدة الترابية للبلاد أولوية وطنية في نضال الحزب على مختلف الجبهات وطنيا ودوليا، وظل الحزب يواكبها باستمرار باتخاذ المواقف التي تفرضها المرحلة وتطورات الملف. العدالة الاجتماعية ثابت أساسي من ثوابت حزب التقدم والاشتراكية، ولذلك ينتصر الحزب لمطالب شعبنا في العيش الكريم الذي يضمن لها التمتع بالحق في التربية والتكوين والصحة والشغل والتثقيف والترفيه والبيئة السليمة. ولأجل ذلك يواصل الحزب نضاله المتعدد الجبهات لتعزيز الإصلاحات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويظل حريصا على الاطلاع بدور القوة الاقتراحية للبدائل الواقعية. كان الحزب سباقا لتبني حقوق المرأة ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين في المجتمع، وفاعلا أساسيا في الحركة الديمقراطية من أجل نساء المغرب، ويواصل اليوم السير على هذا النهج من أجل تحقيق المناصفة كما أقرها دستور 11 و2000. وبنفس الإصرار ظل التقدم والاشتراكية مستميتا في الدفاع عن قيم الحرية والانفتاح والتسامح، حريصا بذلك على ألا يقع أي مساس أو تراجع عن مكتسبات شعبنا في مجال الحريات الفردية والجماعية ورفض أي قيود عليها. سنة 1979 وفي وثيقة حول اللغات والثقافات الوطنية، وضع الحزب الأمازيغية لغة وثقافة في صلب اهتماماته، وبذلك أبرم الحزب شراكات متينة مع حركات الدفاع عن الأمازيغية والنهوض بها، أثمرت تقدما ملموسا في مغرب اليوم. للحزب جبهات عدة للعمل السياسي والحزبي، فهو حاضر في العمل المؤسساتي من خلال عمل نشيط في مجلسي البرلمان وفي الحكومة ومؤسسات وطنية ومجالس منتخبة عبر ربوع الوطن. يركز الحزب في ممارسته النضالية على عمل القرب، ويسعى إلى التواجد في مختلف الفئات والأوساط والفضاءات بفضل عمل دؤوب تقوم به شبكة من التنظيمات المحلية والإقليمية والجهوية ومنظمات موازية ناشطة في مجالات المرأة والشباب والطفولة وقطاعات سوسيومهنية للتنظيم وتأطير العمل الحزبي في مختلف المجالات الاقتصادية والمهنية. ولاحتضان هذه الدينامية النضالية شرع الحزب في بناء مقر وطني جديد أطلق عليه اسم الجناح الأبيض. يصل مسار الحزب اليوم إلى محطة المؤتمر الوطني التاسع، حيث انطلقت تحضيرات بعقد مؤتمرات الفروع الإقليمية والجموع العامة للقطاعات الموازية، وتم تنظيم منتديات للنقاش العمومي في محاور وقضايا مختلفة وتجمعات جماهيرية ولقاءات تواصلية مفتوحة جعلت فئات واسعة من مجتمعنا في مختلف جهات البلاد تعيش صدى المؤتمر الوطني التاسع. مسيرة الحزب متواصلة لبناء مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية نحو وطن حر وشعب سعيد.